يعني انا مش قادر اعبر عن اللي جوايا يعني احيانا. لا عبر يا كابتن، لان انت بتمثل الناس. لا احيانا لما بتنقي لعيبه للنادي الاهلي او بتجيب لعيبه للنادي الاهلي، اول حاجه بتتزرع فيهم روح النادي الاهلي. اول ماتش في تاريخ النادي الاهلي نخسر 5، خلي بالك، وبره. بس انا يمكن قلت قبل الاستوديو او في قبل المباراه، قلت ان راسرت ما بيعرفش يلعب بره وبيخطا كتير جدا. دي واحد. اتنين، مهما المدرب اخطا فاللاعبين تقدر تشيل. انا شايف ان اللعيبه النهارده كانوا كلهم فعلا، ويمكن انا بقول لك كابتن اسلام انا معاك في الراي ان محمد الشناوي النهارده لولا تالقه، رغم ان احنا خسرين، ودي للاسف لاول مره اقولها، ان حارس مرمى يدخل فيه 5 اجوان ويبقى هو نجم المباراه بالنسبه لفرقته، رغم ان فرقته كلها مش ماشيه بشكل كويس. لكن هم في 8 اشياء انا عاوز اتكلم عليهم بسرعه زي عناوين كده. اول حاجه، المدرب ما بيعرفش يلعب خارج ملعبه، مش فاهم الموضوع ايه. تاني حاجه، اللعيبه الاعداد النفسي بتاعهم سيء. طالما اتغلبت 5 يبقى ما فيش اعداد نفسي خالص. اعداد نفسي قبل المباراه واعداد نفسي اثناء المباراه. والبطل والفرقه القويه اللي النادي الاهلي قوي في كل حاجه، بس النهارده شفت الضعف، ان لما نكون بندخل فينا جون ولا 2 ولا 3، فين هنا التدخل؟ التدخل كان لازم يجب يبقى سريع جدا. لازم كمان تدخل من بره ومن جوه الملعب. احنا طول عمرنا اللي جوه الملعب ما كانش، لو حصل اي خلل تلاقي في واحد قائد او 2 او 3 في الملعب بيرجعوا اللعيبه، يوقفوا اللعيبه، يديهم روح تاني. الحاجه الثالثه، تدوير اللعيبه غير صحيح، بيعملوا بشكل مش صح. يمكن اهدافه عشوائيه انا من وجهه نظري، لانه 7 اللي ريحهم المباراه اللي فاتت، احنا عانينا من مباراه الاتحاد لولا ان احنا الناحيه الفرديه بتاعتنا كسبتنا المباراه. الحاجه الثانيه، سان داون مش فرقه قويه جدا، ولكن احنا اللي خليناهم اقوياء جدا. ده هم كانوا بيلعبوا الكره وبيباصوا كانهم في تقسيمه، وانت ما عندكش اللي هي عاوز اقول لك الروح والجدعانه والقلب انك تروح تقطعها وانك تروح تشتغل فيها. دي أسوأ مباراه. والحاجه الثانيه المهمه اني مخلياني زعلان، وانت قلتها يا كابتن اسلام، الفالنة غاليه قوي وتقيله قوي، ما يشيلهاش الا الاقوياء جدا. ولكن في نفس الوقت خلينا نبص لقدام، احنا ابطال وهنفضل طول عمرنا ابطال بغض النظر عن النتيجه النهارده. النتيجه هنعرف نتصرف فيها ونعرف نقف تاني. لا يا كابتن، لن يقبل. معلش يا كابتن عادل، لا عندنا دوري. لا يا كابتن معلش، هنتكلم عن الدوري وهنتكلم عن كل الامور دي، ولكن احنا عندنا، انا شخصيا وانا شايف يعني ردود افعال كل الجماهير على السوشيال ميديا، الحقيقه يعني انا لن يعني ما حدش هيقبل غير ماتش سان داونز القادم. ماتش سان داونز القادم يجب ان يكون هناك، معرفش اسميها ايه، ولكن ماتش سان داونز القادم احنا لن نقبل الا ب5-0 عشان توصل 5-0 وبهؤلاء اللاعبين، ولازم يعملوا حاجه خلال الفتره. طبعا ممكن نكسب 5، ممكن نكسب 1، ممكن ما نكسبش، لكن في النهايه يجب ان يكون هناك تغيير في شكل اللاعبين، يجب ان يكون تغيير في اداء اللاعبين. اللعيبه دي في الملعب لازم تعرف ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي. اللعيبه دي في الملعب والجهاز الفني لازم يعرف ان انت النادي الاهلي ده اكبر من اشياء كثيره جدا 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 انت كنت بتفكر فيها او عايز بتفكر فيها خلال الفتره اللي جايه. بس يا كابتن اسلام، اصل بص عاوز اقول لك حاجه، خلينا احنا طول عمرنا اقوياء. القوي لما بيحصل له كارثه، في واحد بيقدر بيبقى خنوع ويقع وساعتها ما بيقومش. لا احنا هو ده اللي بنقوله يا كابتن، احنا هنقوم. لا ده اللي بنقوله. لا علشان نقوم يا كابتن. كابتن عادل معلش، النادي الاهلي طبعا اكبر من الكلام ده وكل هخليك تكمل، بس النادي الاهلي اكبر من كل الكلام ده، ولكن في نفس الوقت يا كابتن احنا لن نقبل باي شيء الا مباراه سان داونز القادمه. ما اعرفش بقى يفكر ازاي، يقف ازاي، يعمل ازاي، ماليش دعوه مين اللي يلعب مين اللي ما يلعبش، مين اللي يكون موجود مين اللي ما يكونش موجود، ولكن المباراه القادمه لسان داونز يجب ان، انت في افريقيا كلها يا كابتن، انت بتتكلم في العالم كله، هتشوف العالم كله هيتكلم على البطوله دي ازاي. انا موافقك، في رد فعل للناس المسؤوله عن التيم